فوائد التمر عظيمة ومتعددة، وقد ذكر فيه من ألف بمثل هذا قرابة 100 فائدة في التمر خاصة. ولذلك كان الصائم أول ما يبدأ بما بالتمر، لأن المعدة حينما تكون مقفلة طول النهار إذا فتحت بالمر أضر بها، وإذا فتحت بالسائل أضر بها، فإذا جاءها التمر فإنه ينفعها ويقويها. لما؟ لما فيه من المادة الحلوة المساعدة على إفراز اللعاب الذي يعين على الهضم، مادة اللعابية التي تعين على الهضم، هذه لا تفرزها أي مادة حلوة أو أي طعام حلو مثل التمر. فمثلا الإنسان إذا شرب أكثر في رمضان أول ما يفطر ألا يتأثر؟ ها يا إخوان، إذا أكثر من الماء شرب 10 أكواب من هذا الماء ما يتأثر؟ تتأثر معدته، يحتاج إلى إذا أكل شيئا حامضا مباشرة يتأثر، يجد المرارة مباشرة. فإذا نزل التمر أفرز هذه المادة اللعابية التي تعين على الهضم، فيكون الإنسان مهيئ لقبول الطعام.